شما درك شما العربي ودي انا ما قريش انا كنت مجاهد ويك لا مش طريت لك قنايم انت كنت مجاهد يوه انا مع المجاهدين اودي انا نسيت غير البارح قالتها لي ما قالت لي بواك مقاتل عنيد واه انا واه مجاهد صنديد يوه بصح اسمع لا سويت قالت لي واش كانوا دايرين في الثوره كانوا دايرين قالت لي كانوا دايرين بوجيان تاع شعر تهبني انت انت اللي ما تهبني قلت لك انا قراي ما قراش صعبه نسقسيك واه ما تغيرش انت علاه نغير ما ياكلكش قلبك واه واش كاين علاه نغير انا ها قاعد وشهادات واه انا عندي شهادات ش عندك عندي شهادة ش عندي شهادة الميلاد شهادة الزريمة شهادة الإقامة شهادة الزور كاين شهادة الوفاة أنا طوها لي وأنا حي سما مرات ما تقرايا عاود قرايا أنا ما نقراش أيا ودير لي راه في راسك سهلة سهلة العربي أنا بقول لي عندي غير أنت مرات ودي باغي يقرا سهلة واش بغا يدير؟ غادي نجيب لك استاذ هنا للدار بارك الله لا 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 يا هنا للدار استاذ جي ضروب بلا يحبك يا ول ابا انا اختك ابا ما قعدت وليدي انا اش خايف؟ ما تخاف جيبه جيبه بصح كاش كارثه تصرا هنا انا خاطيني انت المسؤول على قراراتك اسمع انا ماشي نسمع قد نهار تفهم انا وياك صح انت ما يقري راك حاقرني بصح تبقى با وبا يبقى ديما تاج فوق راسي اعطوني تحيه خياليه كاع كبيره لبا والاباء انتوعكم كاع فور 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 ما شاء الله ما شاء الله سمعت التحيه تاعك كي دايره الله يعطيكم الصحه العربي ودي الله يحفظك ما قراش ايه كان لا قرايه لا والو ها ها شو غير صحاب العبايات راهم يضربوا بيا اسامه واش جاب هضرك جميعا يجي يحرم يلعبها منشط وهو باغي يحرم مازال يرجع رجع الحياه يرجع اللي مجيب بك الصباح ودي الحمله شنو نوريك اعطوني تحيه الاستاذ تاعي هذا استاذ كنت تلميذ عنده في القسم أستاذ تعي أستاذ في القمة ما شاء الله عليه نشهد له بذلك بالخير ما شاء الله تحية أبا تحية أما تحية أما تحية الوالدين الله يرضي عليكم الوالدين إن شاء الله قولوا آمين آمين بارك الله فيكم إن شاء الله أخوتي درك ما كان لا قرعية لا والو غادي نردوا شعار لا للعلم ونشوفوا الحياة وين غادي توصل ها كاع راهم ضدي كاع راهم ضدي كاع با وما وهذاك الشيخ واسامه وكاع راهم ضدي كاع بصح انا نبين لكم باللي انا اللي راني على صواب هيا شكون اللي راه معايا الاطفال شت قلت لك الشيخ كاع راهم معايا ويا حيد زي روحت جمع رانا غير نزعقوا هيا خوتي هيا بصح بيناتنا راكم معايا انا لا وعلى سيبوزيان انا لا وعلى ولاد قلعي انا لا وعلى سيبوزيان انا لا وعلى ولا لا وعمي الفريجيدر انا لا وعمي الطهار ما تحشمش على روحك الله الله السلام عليكم صحه فطوركم هذا حدك ها حقر لي بواك هذا الكويسين حقر صاحبي ها افتيت لحم طرواجر هو كاليني ها المعلم المعلم دوك ما بانش ما نطع لو كان عفست عليه ما نشوفهش انت وين كنت شو صاي داي قروجي صاي تلفت له ما تحشمش الله يسلمك قدها مع عقلك نا وعلى نسيبو زيان انا زيد جيب الجديد هاو انت غير سيبو زيان ولا منا ولا منك رايك زوج درواتيات ما تحشمش خاطيني انا وباك راه باغيك تقرا يا صاحبي والله العظيم لا باش تكون عندك
ما كاينه بارزه في المجتمع وتكون بيان قدام الناس. قلتها له وتعاون والديك ودير اسره كيما الغاشي. ندير كلشي ندير راني هنا ما كاش مشكل. اي دير واش راني هنا. اي ولدي الزير زين يا العرب. شوف انا معلم انت تقرا خطر انا نعم زي روحك. لا ودي عمي هاي تحاول علينا الواحد راه معمرها حريره تحاول علينا. قلت لك زي روحك هكا هاك ندير زي يعني اقرا مليح. ايه صح كون في الطريق المستقيم. نعم سايي نعم غادي نمشو دروك للمراجعه. ابي ولا في تاكسي؟ انت قلت لي نمشو. ماذا درسنا البارحه؟ ماذا درسنا البارحه؟ ماذا درسنا البارحه؟ ماذا درسنا البارحه؟ ضرب قميص صفرا وتشوف فيا هادر. ماذا درسنا البارحه؟ درسنا ماذا؟ ناولي ها جاوب. البارحه ها جاوب يا ربي سوا كي انت راك معمر هاشميه. البارحه درسنا كنت غائبا. لا لا صاحبي غائبا. لا لا غائبين. انت هذيك شنو يبكي فيك؟ صاي قلت لك سكتي اضرب صاي بدل مشات صاي مشات صاي جاجي بعيدة صاي. البارحة درسنا الثورة يا واحد الخامس. كي الثورة كنت باغي نقولها لك وانت مقلق. اي عرف لي الثورة؟ اي عرف هذه شو انت عرف انا قلت لك الثورة هي وانت هي الثورة هي شو راك دير؟ راني شارشي هي مالي 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 تفضل راها لاصقة الثورة هي ايوا زوجة الثور. ياحا الثورة زوجة الثور ربيبته ربيبته. عرف لي الثورة. انا ما كنتش معاهم انا. احنا في وقت الثورة كنا ثوار. ايوا كانوا معايا وحدين ثائرين مشينا للمنطقة تاع ثوران وقبضنا الارض. كي جا الوقت باش نثوروا هي ما ثرناش صبناهم بالعين وجا واحد الباص قالنا ولوا غدوة. هذا هو التعريف تاع الثورة؟ خطرات ما تمسخر بيا ياك. هاك دايرني زعاق انتايا. لا ما عليك ولا مال. كي انت كي بواك؟ كي انت كونتي. ما تحشمش هكا هكا تعاملني. شوف كي ما تعرفش ما تجاوبش. انت ما تسقسيش. مالك؟ انا ما سقسيش. صح سيدي. كي ما تعرفش قول لي معلم انا ما نعرفش وصاي. صح يا صح. صاي؟ نعم. غادي نمشي دروك للثقافة العامة. يس سلام ثقافة عامة شابة. عجباتك ها؟ دايرة كيما مواد غذائية عامة. يا المكراش. وين تاع لابيتي؟ تبع غير. نعم. شلخلخ. نعم. شوف ماذا نسمي الحيوان الذي يعيش في البر؟ يعني في الخلا. مالي 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 تفضل. أنا ما نعرفش وصاي. يا ودي غادي قريناها. احنا كي وصلنا عندها أوشرنا. لا قريناها. جو. الحيوان الذي يعيش في الخلا. أيوة. هو الخلاوي. الحيوان الذي يعيش في البر يسمى حيوان خلاوي. انا ما نعرف. اسمع لي مليح. نعم. الحيوان الذي يعيش في البر يسمى حيوان بري. يا سهله عاودها تشوف بري. استويت للدلار خيره مليح. عاودها تشوف وزير عليها مليح بعد عقل عليها بري. زير عليها مليح بري. عاود لها زير زير مليح بري يا رب العالي بري. الحيوان الذي يعيش في البر بري ولا عيش الماء مري. انا ما وقعت تحش. انا ما نعرف حقتها غير تحت. انا ما نعرف. شوف ضروري ماذا نسمي الحيوان الذي يعيش في البر ويعيش في الماء. ايوه هذا ثاني جاني من زهري. الحيوان الذي يعيش في مخلط الهواء لديها هو المنافق. واش دخل الحيوان في المنافق العربي؟ يا ربي سيدي هذا يعيش. انا عيش هذا حيوان ولا حمار؟ كنت تسالها علاش علاش سالها؟ ما بغيش يجيها الواحد راه في حصله هو يزيدنا ثاني. صح سيدي معليش. نعم. الحيوان الذي يعيش في البر ويعيش في الماء يسمى حيوان برمائي. ايوا معلمي راك تعرف علاش تقلب لي في راسي الله يحفظك. هاي نعلم فيك وانا شنو ندير هنا؟ وانا شنو ندير هنا؟ يا خويا انت راك بوط. عاود لي تشوف. شوف غادي ما عرفتش تقولها. واعره واعره. غادي نبسط لك السؤال. بسط لي السؤال. يا مبسطة يا مبسطة شكون عندك يا ربي؟ شو شو
غادي نوريك عفسه شابه، غادي نقسم لك الجواب على جزئين. نعم صايم رجله. واه يا روح شوف احكم شو هنا. عاود مورايا. نعم. بر بر خطا مطبعي. عاود يروح ايه زين روحك. انا نمسح لاتير. يروح بر. يا اختي شفت لها الحمد خير مالك خير لها الحمد دقا معلي ما تقرا هذي ما قال علي بر 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 هيا خرج شباك خرج والله العظيم الناس تحكها انا ما نعرف هاكا تقول من الاول من الاول تعال شوف غادي نبدا لك انت كل شيء ما فهمتش ما فهمتش فيه كل شيء صفر نعم غادي نبدا لك بالتحضيري انا ماني واعرة استغل وانا تحضيري واعرة ايوا انت واش هي اللي مشي واعرة تحت التحضير واش هي تعقيني واللي تحت تعقيني واش هي تبزيزي واللي تحت تبزيزي ترحيدي هذيك عم خير لا زيدني واحدة جرجيري هذه مليحة توب تمسليقي نبدأ لك بالتمسليقي لماذا سمي الرجل ذكر ولماذا سميت المرأة أنثى مالي 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 شاش بتاب وعلي ما خطرة خطرة جورجي أستك تودر لي أشكي لا صراحة عندك تخلط على على تخلي لي استمال يا معلم أخطو بوطيت يا مريك الروحك مالي 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 صاي أنا ما نعرفش هاي هاي أوتي هاي جاوب أنا ما نعرف بني أنا الرجل والذكر والأنثى أنا ما نعرف واقرنا هذه سمي الرجل ذكر إيه لأنه يتذكر يتذكر بسرعة رجل نعم روح وسميت الأنثى أيوة لأنها تنثى في الثاء في الثاء مسكينة ثفني عاقلة وتثفك شوف أعطيني اسم حيوان يبدأ بحرف الذال ذا 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 هو قالها لي شو قال له قال لي جواب ما معلم وتخش زئبر طول تحية طول تحية يستاهل يس سبحان الله زئبر زئبر بلح حسن جدا أعطيك أسأل أفهم غروك أعطيني اسم حيوان واحد آخر يبدأ بحرف الذال زئبر غيهية زئبة غيهية ذا حلوف ذا فكرون ذيل تقطن ذيل تقطن قطن تاع ذيل مالي 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 ساعة شوف ذكرني بواحد الجملة كنت دائما نحفظها لك بزاف واروحنا واه واه ونفهمها لك بزاف وش هي هذيك هذه اللي كنت خايف منها انا غادي نقولها مع الجماعه بصح انت اللي قلتها انا خاطيني تفضل غادي كاع اللي راهم حاضرين معايا هنايا يقولوها جمله صغيره بصح حلوه كي العسل اللي يسمعها ما ينساهاش طول حياته كاع الحاضرين عاودوا معايا باعلى صوت ها اعلى صوت اجمل عيان عاود فور اجمل هديه تقدمها إلى والديك هي النجاح هي النجاح آه ياك يا دير كيفكم كيفك باش كاع ماشي في طريق واحد أجمل تحية هدية تقدمها إلى والديك هي النجاح بارك الله فيك عوضوا لي تحية تاعكم انتم فور فور ما شاء الله معلم معلم عندي واحد الهدية صغيرة قدمها للحاضرين راه عندي هنا يا الشيخ واه شيخ باش تفضل 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 هذه هدية لكم كاع جماعة وكل واحد ينوي باللي راها ليه بالاسم واللقب جماعة كل واحد ينويها باللي هذه هدية ليه هو صاي هذه رسالة جبتها معايا وعزيزة عليا بزاف رسالة حب مكتوبة على الجزائر نقراها لك يا خويا قدام الناس يا الحنينة يا أم الأحرار والحراير يا برنوس العز يا تاج الراس مازال حبك فينا يتكاثر يا تزاير حنا أولادك حنا أولادك وعليك حرة من الصحراء
حمك ظاهر من تامر راسك حتى نبو مرداها. شكرا 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 السحر. شكرا سي معش. شكرا تحية لنا بفكاهاته بطرحه حتى بعلمه. نعرف يعني